بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدر بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاحبه احببت ان اتوقف معكم حول ايه عظيمه جدا ارجو ان نحفظها لانها تريح القلب وتصرف عنك شر الوساوس وتصرف عنك اذى الناس وتجعل حياتك مليئه بالاطمئنان لعلاج القلق لعلاج الخوف من المستقبل لعلاج الخوف اثناء النوم لعلاج الوساوس. آية في سورة الزمر الآية 38 عظيمة جدا ولكن معظمنا يغفل عنها. يجب أن تحفظها معي اليوم وأن تتفكر فيها وأن تصبح جزءا من حياتك. وصدقني لن تندم لأن لأنني أنا جربت هذا الأمر وهذه الآية بالفعل غيرت حياتي فأحيانا آية واحدة قد تغير حياة إنسان لأن تغيير العقيدة هو أصعب شيء، تغيير نظرتك للحياة شيء صعب جدا أن تغير نظرتك للأمور من حولك. هذه الآية ستجعلك تغير نظرتك لكل شيء تقريبا من حولك وبخاصة المخاوف والقلق والآلام والأحزان والخوف من الناس أو من المحيط أو من المستقبل. الله تعالى يقول ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. والله ايها الاحبه، كل كلمه من كلمات هذه الايه اثقل من الجبل لو فهمنا معانيها. هذه الايه بدات بسؤال كلنا يقرر اجابته مسبقا. لا احد يستطيع ان يدعي انه هو من خلق الكون حتى الملحد لا يستطيع ان يقول لك هناك بشر خلق الكون حتى الذي ينكر وجود الله يعترف ان هناك قوه عليا هي التي صنعت هذا هذه السموات والارض ولئن سالتهم والخطاب هنا لمن؟ الخطاب هنا لنبينا عليه الصلاه والسلام ولنا نحن المؤمنين من بعده اي اذا سالت هؤلاء الملحدين المنافقين المشككين ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله مباشره يعترفون ان الله هو خالق كل شيء على الرغم من ذلك يقولون فلان يضر وفلان ينفع وأنا أخاف من فلان قد يضرني وأرجو عطف فلان لأنه ينفعني <applause> هذه الآية ستغير هذا المفهوم تماما أخي الفاضل لذلك الله ماذا قال بعد هذه المقدمة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله إذا أنت اعترفت سواء كنت مؤمنا أو مشككا أو ملحدا أن الله هو خالق الكون كما قلنا الملحد لا يقول الله يقول هناك قوة ولكنه يعترف أن هناك إله للكون بغض النظر عن شكل الإله الذي يعتقد به قل أفرأيتم ما تدعون من دونه هؤلاء الذين تظن انهم يسيطرون على الدنيا تخاف منهم قل افرايتم ما تدعون من دونه يا هل ترى دقق معي اخي الحبيب ان ارادني الله بضر اذا كتب الله لي ضرا اذا كتب علي حادث او شر او مرض او اذى او فقر ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هذا الانسان حتى لو كان اعظم ملوك الارض هل يستطيع ان يكشف ضرا عن انسان كتبه الله عليه اصلا هو لا يستطيع ان يكشف الضر عن نفسه <applause> اذا اصابه مرض قد يموت ولا يستطيع انقاذ نفسه فكيف يكشف الضر عن غيره يعني هو اضعف من ذلك بكثير قل افرايتم ما تدعون من دون الله هؤلاء الذين تخافون منهم وترجون تترجون رضاهم قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ اذا اصابني مرض يعني استعصى على الاطباء هل يستطيع هؤلاء مهما بلغوا من القوه والمال ولو بذلوا اموال الدنيا ان ينقذوا انسان اشرف على الموت مثلا لا يمكن. هل هن كاشفات ضره؟ او ارادني برحمه هذا الاله العظيم كتب لي رحمه عنده، كتب لي مبلغا من المال سياتيني. كتب لي خيرا سياتيني. كتب لي رحمه ما زوجه ستقر عيني بها طفل سيكون قره عين لي اي خير او رحمه كتبها الله لي او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته يعني هل يستطيع احد ان يمنع عنك رزقا كتبه الله لك طبعا لا إذا ما دمت اعترفت بذلك إذا قل حسبي الله. الله يكفيني. حسبي الله. أنت عندما تقول لفلان يتقدم تقول حسبك يعني يكفي هنا توقف هنا. حسبي الله الله يكفيني كل شر وكل هم وكل ضيق وكل مشكلة. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون اذا اعظم عباده انا بنظري يمكن ان تجعلك مطمئنا جدا في هذه الدنيا هي التوكل على الله الذي للاسف فقدناه وكلنا انفسنا للاسباب احدنا يلهث ليخرج من مكانه بسبب ضيق الرزق وقد يكون فيه خير لك وانت لا تدري، ويذهب ليقول لك اريد ان اؤمن المستقبل والاولاد والعلاج والتعليم وكذا، وهو لا يضمن اي شيء، لا يضمن لنفسه ان يعيش يوم واحد، فكيف يضمن مستقبلا لغيره ولاولاده واسرته؟ اصبحنا ايها الاحبه نعتمد على الاسباب الماديه من حولنا. فقدنا لذه التوكل على الله احبابي في الله التوكل على الله هو لذه عظيمه لا يشعر بها ولا يستطيع ان يصفها الا من تذوقها في قمه المرض ان تقول الحمد لله في قمه الخوف ان تجد نفسك مطمئنا بفضل التوكل على الله أنا, أنا معي يا رب هو إله هذا الكون لماذا أخشى غيره انظر إلى حبيبك عليه الصلاة والسلام عندما كان في الغار وكل أسباب الخطر من حوله المشركون من كل جانب وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه يحزن لهذا الموقف نبي كريم عظيم أكرم بشر عند الله يقف مثل هذا الموقف ال ال الكفار المشركون يحيطون به و و يعني بينهم شعرة فقط أو بينه وبين الموت أو القتل شعرة ولكن هذا النبي الكريم كان لديه قوه هائله في التوكل على الله اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا لانه ادرك اخي الحبيب انتبه ادرك هذه الايه في سوره الزمر ادرك ان الرحمه لن يستطيع احد ان يمسكها وأن الضر إذا وقع به لن يستطيع أحد أن يكشفه إلا الله عز وجل. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، النبي علم تماما معنى هذه الآية. علم تماما معنى حسبي الله أنا الله معي. أخاف من فلان وفلان ومصيرهم بيد الله؟ لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا؟ اذا كيف كيف يخوفني شخص هو لا يملك أي شيء على الإطلاق؟ لا يملك نفسه فكيف يخوفني والله معي؟ هذه قوة التوكل أيها الأحبة سيدنا موسى أيضا أدرك هذا المعنى عندما وجد البحر من أمامه والعدو من ورائه الذي قال أنا ربكم الأعلى فرعون وجنوده أحاطوا بسيدنا موسى والمستضعفين معه من كل جانب أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون فقدوا الأمل من الله فقدوا يئسوا من رحمه الله والعياذ بالله وهذا كفر نوع من انواع الكفر قال كلا طب ما الذي دعاه ان ان يقول على الفور كلا ان معي ربي سيهدين قوه التوكل ايها الاحبه علم انه لا يضر ولا ينفع الا الله علم معنى هذه الايه ان معي ربي سيهدين لذلك أنا أريدك أخي الحبيب أن يعني قوة التوكل أن أن يكون في داخلك في أعماقك قوة هائلة للتوكل على الله تشعر بقوة أنا متوكل على الله أحدنا يا أحبتي إذا تعرف على إلى إنسان غني تعرف على مسؤول لديه سلطة ومال وقوة وكذا يشعر بالقوة يستمد منه القوة طيب أنت الآن تتعرف على مالك الملك كم حجم القوة التي يجب أن تشعر بها شيء عظيم جدا إذا التوكل على الله هو مصدر القوة أيها الأحبة لماذا نشعر بالضعف اليوم لماذا نشعر بالوهن نشعر بالاستكانه لاننا فقدنا التوكل على الله لان التوكل على الله هو اكبر مصدر من مصادر الثقه والقوه بل الاحساس بهذه القوه احدنا يلهث من اجل الرزق وهو يظن ان الرزق سيهرب منه والنبي عليه الصلاه والسلام قال والذي نفسي بيده يقسم صلى الله عليه وسلم انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها يقسم لك النبي يا اخي رزقك ستستكمله تماما قبل الموت لن ينقص منه شيء لانه مكتوب اصلا انت مكتوب منذ ان كنت جنينا في بطن امك مكتوب رزقك بالثانية، كل ثانية ما هو الرزق الذي سيأتيك حتى تموت؟ كله مكتوب، فلماذا تخاف وتلهث وترجو فلان وتسأل فلان وتخاف من فلان؟ لا يا أخي. وجه نظرتك اجعل حياتك بيد الله سبحانه وتعالى. إذا أخي الحبيب، هذه الآية أيضا أحبك أن تحفظها لأنها تريح النفس. قبل النوم حاول أن تفكر بهذه الآية ولكن يجب أن تحفظها يعني يعني على الأقل يوم القيامة بعد الموت نلقى الله بشيء من كتابه كثير منا لا يحفظ شيء من القرآن إلا بعض قصار الصور طيب احفظ بعض الآيات تجدها في القبر نورا لك القرآن نور في القبر أيها الأحبة أنت ستنزل إلى ظلام الأرض يعني احدنا اذا قطع التيار الكهربائي يحاول ان يكون لديه شاحن صغير لكي يضيء له شيء يعني من حوله طيب انت ستكون في ظلمات الارض الى يوم القيامه ربما مليارات السنين نحن نعلم متى تقوم الساعه طيب الا تاخذ معك نورا القران هو النور وانزلنا اليكم نورا مبينة واضح فاحفظ هذه الايه رجاء أن فكر فيها قبل النوم قبيل النوم مهم جدا كل يوم ان تفكر بهذه الايه ستعطيك قوه في التوكل وتعطيك اثر كبير جدا في الراحه النفسيه. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل افرايتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتوكلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم انه الحق